أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشرة من ملعب ماراكانا في مدينة ريو دو جانيرو في البرازيل، وواحدة من المباريات المرتقبة بين حامل اللقب منتخب تشيلي في مواجهة الأوروغواي صاحب أكبر عدد من التتويجات بالكاب كوبا أمريكا ب15 لقبا من أصل 44 مشاركة بقيادة أوسكار تافاريس 72 عاما على العكاز مدرب منتخب الأوروغواي في مواجهة رينالدو ريدا المدرب الكولومبي لمنتخب تشيلي الذي يلعب بهذه التشكيلة مباراته اليوم من أجل المركز الأول الذي يسمح لصاحبه بمواجهة بيرو أو كولومبيا. الكل يريد التجنب كولومبيا واحدة من أقوى المنتخبات. كنا نشاهد في تشكيلة تشيلي بجابرييل أرياس في حراسة المرمى، ثلاث مدافعين في الارتكاز غاراي ميديل يارا وماريبا، احتضنتها مختلف الملاعب ضربة الانطلاقة أعطيت في حضور جماهير كتل، ترجع لكاسيرات نوديرو والتغطية بالميديل، والحكم هنا يقول خطأ لصالح منتخب تشيلي. غونزاليس تبقى له صالح منتخب الأوروغواي، أرضية خطيرة والدفاع خرجها باولو دياز، باولو دياز كرة في العمق، البحث عن المهاجم فارغاس أليكسيس في صراع، سانشيز طفى الكرة وراح، دخل أليكسيس عنده الكرة سانشيز تسديدة من بعيد. تسمعوا في هتافات وتشجيعات وتجاوب الجماهير التشيلي. أليكسيس سانشيز لو مرت لا رائعة التغطية من خوزي خيمينيس، لو وصلت هذه الكرة في القائمة الركنية من أرنجيس والدفاع يخرجها، ما زالت الخطورة تسديدة لا الثانية هيدا من أليكسيس سانشيز أرنجيس با 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 أليكسيس سانشيز با 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 رائعة، لمسة سحرية رائعة من أليكسيس سانشيز في اتجاه إدواردو، كرة بعيدة لإيديسان كافاني، ميدال يتفوق على كافاني، تفوق سانشيز وأرنجيس لو 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 رائع أرنجيس ميدال، الكرة ممتازة والتوغل خطيرة وفارغاس ويلة ممتازة، وضعي تسلل الأملاك، كرة خطيرة وضعي تسلل، حكم المساعد رفع الراية معلنا وضعي تسلل لدفاع منتخب أوروغواي. زالو غونزاليس أراسكايتا وفي خطأ أراسكايتا وخطأ، يقول حكم المباراة لمنتخب أوروغواي بعد هذا التدخل أوروغواي، المخالفة أولا وتسديدة الركنية، الحكم قال ضربة مرمى، يا سلام يا سلام على الطاير أوب، هذه ركنية كافاني أراسكايتا الدفاع يخرجها، ثم عرق تنفت لوريس سواريز يلقب كورتو، سواريز يرجع للخلف كرة خطيرة وتسديدة الرسكاي تضيعها، أول كرة وأول فرصة صعبة لمن ما زالت عنده كرة، سواريز ما زال سواريز محاصر، حب يدخل سواريز ولم يمر البلدوزر لويس سواريز من أمام المدافع باتسو، حكم المباراة البرازيلي قال خطأ ضد سواريز لوين مونديز، الكرة البعيدة في العمق بتسلل الحكم خلى اللاعب فارغاس رقبها، الحكم في نهاية المطاف رجع وصفر، فارغاس كان عنده يقين بأنه كان بابا خطيرة، كرة جول سواريز يتفوق عليه أرياس، اختطفها القط ولكن القط الثاني رجع وسد هذه الكرة واخرجها للركنية يا سواريز، كرة من هنالك عن طريق اللاعب أراسكايتا يا جودين أراسكايتا وجودين يخطئ والحكم يصفر والكل ساقط، يا لها من كرة ويا لها من لقطة، الاستحواذ تشيلي ولكن الخطورة أوروغوايانية، لوديرو يحتل المركز الأول منتخب أوروغواي حتى يواجه بيرو وليس إذا من هنالك بالراس فارغاس، الكرة من أوباتزو بعيدة تماما راحت ضربة مرمى، نقترب من الدقيقة 30 مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط الأول، ما زال التعادل وما زال الخطورة من هنالك، محاولة تسديد فالتغطية جودين يستفيد بلغاريا يبحث عن الفارغاس ولوديرو يتفوق على فارغاس، استلمها فارغاس من أمام جودين، فارغاس ما زال وجودين وفارغاس
الحكم قال ارجع لمسة يد، قال لمسة يد، ولكن تأخرت شوية سيد الحكم. قل لي ما دخلك ان تأخرت ام البعيد البحث عن فارغاس وكسانتشيت سانتيس، والكرة راح غونزاليس، غونزاليس والدفاع، وما زالت اورو سانشيز، سانشيز يلعب كرة خطيرة، سانشيز فارغاس 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 وغودين، فارغاس يلعب مرة ثانية لارانجيس، ارانجيس لويس سواريز، كاسيريس لويس سواريز، لويس سواريز وميدل يتفوق على غونزاليس، دفاع خرج يستلمها الكافاني، كافاني اوي خطا لأراسكايتا، خطا لأراسكايتا يقول حكم المباراة. يسجل هدف، الكرة بعيدة بين أحضان الحارس عليها، ثلاثة لعبة بينية ترجع لغونزاليس من عند كافاني، غونزاليس والكرة في الركنية. رائعة التغطية من هنالك من قبل أوسكار أوباتو مدافع كولو كولو في تنفيذ الركنية لمنتخب أوروغواي. لويس سواريز يلعب في اتجاه كاسيريس، التغطية من دياس وكاسيريس، وفي خطا الحكم يقول لتشيلي. خبرة وتجربة كبيرتين، بيرو في الدور الربع النهائي، بل أراسكايتا هو اللي خرج، خلى مكان، نعم وديرو هو اللي خرج. وين غودينو خيميناز، غودينو خيميناز في الوسط عن طريق المدافع اوباتو، والتسديد من الكسيس سانشيز، الكسيس سانشيز مع تشيلي غير، الكسيس سانشيز. بنتانكور كره بعيده، وين يا بنتانكور؟ ناحيه الجهه اليمنى اين يوجد اللاعب نانديس، ولكن الحكم ارفع الرايه المساعد اعتقد، وصفر خطا لدفاع منتخب تشيلي. كم يقول خطأ لصالح منتخب أوروغواي. جاء بنتانكور، بنتانكور والكرة البعيدة والتغطية الدفاعية عن طريق ماري بان، ويخسر ويضيع المركز الأول، وكرة صعبة، سانشيز عنده الكرة الآن يحاول يمر يا فارغاس، أليكسيس أليكسيس سانشيز سانشيز من ذلك اللي الكاسيريس ضيعتها. أوباتو يحاول يمر، أوباتو خطيرة، والدفاع يتدخل، والحكم البرازيلي يقول ركنية بعد 12 دقيقة لاعب. شوف الكرة هنا، فارغاس وأليكسيس سانشيز، هيا نحاول تقدير لحكم المباراة، خطيرة أوي. كاد إيغور ليتشنوفسكي يسجل أول أهدافه في تاريخه مع منتخب بلاد تشيلي، كرة بالعقب من أليكسيس غودين، كرة بعيدة، كافاني بالراس يقدر يبحث عن سواريز، رجعت لكاسيريس، كاسيريس باليسرى خطيرة بين عن طريق اللاعب فارغاس، فارغاس فارغاس والتغطية ممتازة، لويس سواريز، لويس سواريز، لويس سواريز، سواريز تسديدة. منتخب الأوروغواي رائع جدا، يلعبوا على قدراتهم، شفناهم في كل الأحداث الكبرى، كوبا أمريكا، كأس العالم، مبارياتهم خاصة مع أوسكار تاباريس، اعتمادهم على منظومة دفاعية قوية. ما زالت الخطورة مرة ثانية، الحكم خلى اللعب، البينية تلعب من فارغاس، كرة بعيدة في القائمة الثانية، خروج موفق من في مكان غاراي ميديل، الكرة بعيدة تماما بالرأس، التغطية الدفاعية كافاني بكرة ممتازة على جهة اليمنى لنانديس، نوفسكي بدا يرتبك دفاع منتخب تشيلي في خروج غاراي ميديل، نعم بدا يرتبك شوية. الكرات العرضية بحثا عن المدافع أوباتسو، ضيعتها، يوصلها على الجهة اليسرى لأليكسيس سانشيز، سانشيز خطيرة غودين، كرة خطيرة، التوزيع رائع وخطيرة، بابا 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 بأعجوبة بأعجوبة تخرج هذه الكرة للركنية، يا سلام، هاي كرة جول، هاي كرة جول، القائم الأول وركنية. جيس كافاني يصارع الأرضية خطيرة، سانشيز كرة صعبة وخطيرة، القائمة الثاني، خروج موفق، وين يا كاسيريس، وين يا كاسيريس، وين يرحم والديك يا كاسيريس. جيني أليكسيس الكرة بعيدة مع دخول جونيور فرنانديز، يلعب في الدوري التركي وكذلك
الكرة البعيدة من مصليرة للأمام في خطأ، الحكم قال لصالح تشيلي على لويس سواريز. طبعا وين يكون لويس سواريز الخطأ لازم يكون ضده، يعني مش لداس نانديس 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 والتوزيع في القائمة الثانية. كرة خطيرة كرة جول، هاي 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 كرة جول، با 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 جول. كرة جول إيديسون كافاني حطها في الجول في الدقيقة 82، واسمع المعجزة، نعم